السلام عليكم إخوان لاباس، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم بغيت ندوي في هذا الموضوع اللي تطرح المشكل اللي تطرح. أنا كنت باغا ندوي عليه شحال هادي، قالوا لي الناس لا ما كاين لاش تضيع الوقت وتضيع الحجرة، راه ما كاين اللي غادي يتسوق لهاد الهضرة، وراه كلشي عارفها، راه ماشي نتيا اللي غادي تجي وتهضري عليها اليوم وغيدار لها حل. كنقسم لكم بالله الا كنت باغا ندوي عليها في الوقت اللي بدات هذيك الضجيج ديال الدنيا باطمه، كلشي حادي غير الدنيا باطمه والبوز، وحادي سعيده شرف اش قالت وداش قال. كنت بغيت نقول لهم الفنانات هادشي ديال شي باغي يعطي لشي العصا راه ما لايقش، راه اللي لايق هو نحطو يديد في بعضياتنا. كاين الفنان اللي اول مره كيهضر على هاد الوسط الفني كيف ولا عندنا، كاين شي فنانه اللي دخلوا ودواو. انا غنكون محايده، ما غاديش ندوي على الفنان ونقول لي عندك حق برافو عليك، ولا نقول لي برافو عليك وهادي نقول لي لا، باش انا غندوي في الموضوع ونقول مباركه من هاد البساله. راه حشومه عليكم الناس المنتجين، الناس ديال الكاستينغ، راه كاين فنانه بزاف، راه حتى حنا عندنا بطاقه بروفيسيونيل وحتى حنا كنخدموا، راه حشومه هادشي. واش فنان ما كيخدمش بارك في دارو 4 سنين 5 سنين وفنان كيخدم ربعه المسلسلات او لا مسلسل حدا سيت كوم معاه الاشهار في رمضان، حتى كيطلع الناس في الراس كيقولوا واش غنبقاو نشوفوا غير هاد السيده ولا هاد السيد؟ راه حشومه. انا كندوي على راسي، انا ما تنقلبش على البوز ولا باغا ندير ولا باغا نهضر. انا كنت باغا ندوي هذا الموضوع، كنت باغا نناقشو مع الناس، كنت باغا ندير دي لايف بحال هكا ونهضر مع الناس ونشوفوا لي حل. واش واحد كيضرب ربعه المسلسلات في العام وفنانه اللي قدام ما تيخدموش، وكنجيبوا ناس ما عمرها خدمت وكنديروها هي البطله او هو البطل؟ راه حشومه. راه كاين الناس اللي هذا هو العيش ديالها، هذوك الناس اللي كتجيبوا راه عندهم منين ياكلوا ومنين يشربوا، راه كاين الناس اللي هذه هي المهنه ديالهم، هذا هو طرف الخبز منين ياكل ومنين يشرب منين يدخلوا على ولادو. ماشي غنقولوا لا راه انا عندي ولا اخرى، لا، كاين ناس بزاف كياكلوا من هذه الحرفه، هذه حرفه عندهم، حرفه مهنه كيزاولوها كيخدموها. راه مره عندي انا نخدم، انا مره نخدم لا خدم لاخر، مره عند لاخر، مره نديروا لهم، راه عيب هذا الشيء، راه كثرتو. كما قلت لكم راه كاين الناس اللي مسكينه ما تتخدمش وما راضياش تقول ما عنديش. تقوا الله في الفنان، الفنان ديال بصح ماشي الفنان ديال بالعاني. انا ندوي على نفسي، انا خدمت مده 10 سنين فوق خشبه المسرح، ما كنتش كنوافق على شي عمل تلفازي ولا سينمائي انني نديرو تنقول تنكون في مستوى ديالو. دابا ولا الواحد ما دير لا مسرح لا تكوين لا حتى شي حاجه، ما تعلم الناس اللي كبر منه اللي سابقينه ما والو، حتى جدل البوز. واش باغين غير البوز؟ ما باغينش عمل يكون عمل جيد لين الناس كتفتخر به ويقولوا حنا شور تبارك الله المغاربه فين وصلوا، شو التمثيل المغربي فين وصل؟ خصنا نبقاو نهضروا على دول اخرى، راه عندنا طاقات واعره ما لاقياش الحظ ديالها. راه عيب هذا الشيء، راه حشومه. تقوا الله فينا لما تندويوش، راه ماشي ما باغينش ندوي ولا خايفين. انا كنت باغي غير حاجه واحده، نتمنى يا ربي، كنقولها انا في نفسي، انا جاني عمل في رمضان خدمت مسلسل، جاني مسلسل اخر نقول لا كاينه فلانه حتى هي احسن مني انا ونشكرها جيت خدم هذاك العمل، والاخر يقول جاني اشهار الاخر لا عيطوا على وحدين اخرين من حنا، حيت لما ما صلحناش حنا هاد الوسط من حنا كممثلين راه مو غيتصلح. من عيط لي منتج ولا تعيط لي شركه، لا سيدي انا خدمت عمل مسرحي وخدمت فيلم وخدمت مسلسل، راه بارك عليا، انا ما نخدمش ربعه المسلسلات وثلاثه الافلام السينمائيه وسته الاعمال المسرحيه، راه كاينين وحدين اخرين تيترزقوا، الله حتى هما خاصهم يترزقوا، الله يدخلوا على وليداتهم طرف الخبز. راعيو غير بهذه الطريقه، قولوا غير انا خدمت بركه، ما نبغيوش كلشي. واش حتى الممثل ولا باغي كلشي ولا باغي يخدم هو ولا باغي يدير اشهار يدير سيت كوم؟
العيب ماشي في الشركات، العيب ماشي في المنتجين، العيب فينا حنا. حنا الممثلين ما كنديروش يد في يد ونوقفوا مع بعضياتنا. حنا الممثلين، حنا الفنانة ما كنديروش يد في يد ونوقفوا على الحقوق ديالنا. حنا ما كنرفعوش قيمة لبعضياتنا. حنا الفنانة راه بزاف فيهم قدر يجيو معاما يقول لي غنجيب فلان، لا انا نديرو. راه عيب هادشي، راه عيب. راه كاين طاقات، راه كاين فنانة، راه كاين الناس اللي كتعرف دير كلشي، كتمثل وتغني ودير كلشي ديرو. راه كاين طاقات واعرة، راه غسل الدين عليا. علاش؟ الله اعلم. انا بغيت نعرفها علاش، وانا قلت لكم الحل. الحل هو حنا اللي نوقفوا مع بعضياتنا، حنا اللي ندافعوا على بعضياتنا. حنا الان ندافع على ممثله، وممثل دافع على ممثل، وشي تدافع. حيت الفنان عرفتي متى كيتجمعوا اغلبيه، ترى شي وحده مشكل خص وحده اخرى تخرج تعيرها، والاخرى تخرج هذا، والاخرى انتما عارفين راه عيب هادشي. حنا خصنا ندرقوا على بعضياتنا. ماشي راه اي دومين فيه الخيب وفيه الزوين، ولكن حنا الفنانه كنبينوا الخيب اكثر من الزوين، هي راه العكس. سميت فنانه راه شي حاجه كبيره، انا بعدا كنفتخر بها، كنفتخر نقول انا فنانه. انت شنو هي انا فنانه؟ راه شي حاجه كبيره، حتى واحد ما غيقدر يوصل انه يكون فنان. كاين اللي عندهم بطاقه بروفيسيونيل كما قال الفنان اللي قبل مني، ولكن راه ماشي البطاقه هي اللي غتعطي قيمه فنان. الوقفه مع بعضياتنا هي اللي تعطيني قيمه فنان، الانسانيه ديالنا هي اللي تعطيني فنان، القلب الابيض هو اللي يعطيني فنان، الغيره لبعضياتنا هي اللي تعطيني نكون فنانه وسميت فنانه. الله يهديكم.